عملنا بعد التحرير على إعادة بعض تماثيل مدينة الموصل التي دمرت في الفترة الماضية، وأيضا أضفنا بصمة جديدة إلى أعمال أخرى، ونحن الآن نعمل في صلب تخصصنا. سوف نستمر في العطاء من أجل الموصل، لا تهمنا المادة إطلاقا. كشباب طموح لدينا غاية وهي تجميل الموصل. لا نقدر الاستغناء عن هذه الأصالة وعن هذا التاريخ، أن تحول هذه المدينة من مدينة قد هدمت إلى تحفة فنية.